عدد الوحوش مو طبيعي هذا. ليش القمر هيك شكله؟ اوكي لحظته الحقيقه. ياكل ويزق فلوس ياخذ وحوش الطائره المفروض ما يطلعوا. وات 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 السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم قناه العاب خنفشاريه او عراقي جيمر. اهلا بكم بالحلقه رقم 13 من لعبه كينغدوم تو كراونز. اوكي اهلا بكم بالجزيره الخامسه، وان شاء الله الجبل على الجهه اليسرى ان شاء الله. اوكي ما منه فايده هذا الحصان. اوكي اعتقد هو هذا الحصان اللي يزق فلوس. كأني استعجلت بهذا القرار. اوكي لان بعده وقت. اوكي صراحه ما اتذكر شنو هي الجهه اليسرى. هذا اعتقد مالت الساموراي اللي راح يسوي الجلتش. اوكي خل ارجع، واليوم الجاي استكشف على الجهه اليسرى. اوكي صحيح راح يطلعوا لي وحوش، بس وحوش ضعاف كلش. اوكي تطويره بعد تطويره. اوكي شكلها حلو هاي الشجره. لو على الجهه اليسرى كان بعد ما حاجه اسوي ساموراي وتعب نفسي. لا هاي هي قبل. اوكي بس خلي احمي هاي الجهه لانها بدون دفاعات. شوف شوف كم وحش هسه. ها اي قلبي اي خاف ما عندك. يعني سهله كلش اللعبه صارت. ليش؟ لان انا بيا يوم هسه، انا بيا يوم 8. اوكي اكو مثل الايد على الشاشه تطلع بالمقطع بس ما تطلع بالهذا، تطلع بالمونتاج وبالفيديو بس ما تطلع اثناء انا جاي العب. اوكي نفس هاي الايد، هاي الايد جاي احركها. اوكي القطع هذين. اوكي استكشف شوف شنو على الجهه اليسرى. بالله المرفأ لو الجبل اتذكر كان اكو مرفأ على هاي الجهه للاسف. معناته لازم اسوي سامورايين. سامورايين شنو؟ لازم اسوي 2 ساموراي على الجهه اليمنى. اوكي صندوق اكو هنا. اوكي يا اخي الهيبه صدق تفيد. الجرفن غير بابا على السرعه تريده سريع. الاستامينه صار راح اخلص هاي الجهه كلها بعد ما تعب. بس يلا تعب. اوكي هذا هو الوحش، وحش المرفأ للاسف. كنت اتمنى من الجبل حتى عندي ساموراي 3 ساموراي وهجوم. هاي هي اوكي هاي الجهه ما راح اتعب نفسي بيها بعد، بس اقوي الدفاعات واطفر. ما عندي شي بعد، تركيزي ما راح يكون على هاي الجهه. اوكي الصندوق هذا ما يفيدني، انا فتحت كل شي ما عدا الشخصيه اللي بالجزيره الثالثه يمكن. اوكي تركيز راح يكون على اليمنى، وهذا هاي التطويره احتمال تسوي لي جليتش. اوكي نايس نايس نايس. تعالوا تعالوا قطعوا هذا حتى يصير مكان للصيد. اوكي
نايس 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 نايس. اوكي تعالوا طوروا هذا الحاجز همه. اوكي فلوس. اوكي خل اقسم بعد هاي الاشجار. لا ما اقدر للاسف. اوكي وحوش ضعفاء كلش ضعفاء. اوكي يا ريت الساموراي على الجهة اليمنى مو اليسرى والله كان راح يفيدوني. اوكي وين اوه بعد ما مطور هذا المبنى. اوكي تعال انت فلوس. اوكي ياب ياب لازم اتقدم على اليمنى. اوكي تقدم لهاي الجهة. اوكي واذا جاء وحش اي وحش واحد يجي يعني هاي هالقد موجتهم قوية. اوكي تعال هنا انا كلبي لا تسوي لي مشكلة نبي خطفوك. اوكي تعال تعال تعال, تعال يا كلب يا كلب خذها نايس. هاي هي موجتهم موجتهم بس شخصيا. اوكي وحشين صديقنا ليش ما جاي يجيبني. اوكي نايس 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 الوضع ممتاز. خل اسوي هذا البيكري. او وات صدق عندي انا اصلا كان موجود ثلاثة ساموراي وجبت بالسفينة ثلاثة ساموراي يعني على الجهة اليمنى ساموراي وعلى اوه يا الله هسه فرحت. اوه ممتاز ممتاز. ياب 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 تقدموا تقدموا الى الامام. اوكي نايس نايس وات ياب هذا على قطعوا هذين. لازم اسوي سكيب لهذا المكان. اوكي يعني ما اوكي ما اخرب هذا المخيم مالهم. اوكي اقصى اليمين شنو هو ان شاء الله الجبل قريب لان احنا عرفنا انه على الجهة اليسرى يكون المرفأ. اوكي اوه شخصية هاي ما منها فايدة بس لا بأس اروح اجيب الصندوق اللي على اليسرى وهنا بفتح هاي الشخصية. اوكي افتح الشخصية. اوه والله بعيد. الجزيرة الخامسة مثل ما قلت هي اكبر جزيرة فهذا شيء متوقع. اوكي ياب ياب ماكو شيء بعد ما اريد اخاطر. اوكي هذا ملك مو اميرة ما اعرف شنو قلت ملكة من شكله. اوكي اخذ اخذ الفلوس اخذ الفلوس اخذ الفلوس اخذ الفلوس. اوه مزين ما اخذ الكلب. اه الكلب شيء مهم ترى الفلوس تتعوض بس الكلب ما يتعوض. اوكي يا اخي بعيد كلش بعيد. تعالوا ياي. اوكي لا تطق الكلب. اوكي مثل ما قلنا لازم نسوي سكيب لهذا المخيم مال الفقراء فشنو اللي حسوي. اوكي
اقرب 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 يا بهذا، هذا اقرب مكان نقطة اقدر اخلي بيها تقدم. واحد اثنين ثلاث، تعال وراي وراي يا كلب يا كلب. اوكي هسه يجون ياخذون الفلوس ويمشون وتخلص الليلة بهالسهولة. اوكي وحشين، يمكن هسه يجون ثلاثة كل شيء ولا ياخذون الكلب. اوكي هلا 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 بيكم هلا. تقدم الصراحة سهل كلش. اوكي لا 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 يا ابو جاي الشاغ وياك، جاي الشاغ وياك. خل احميهم. اوكي تعال انت ياب استعل قص. اوكي تقدم سهل، تقدم سهل كلش. اوكي وحوش انت يجون. وبس لو تشلب ما يتقدم زيادة اللي قدام ما اريد ما عنده شي. اوكي فايدة الاشجار اللي بالضبط ورا ال ورا الحاجز انه الغزلان يطلعن. اوكي ما اقدر. نايس نايس نايس. اكو شو اسمه قريبة. اوكي وين 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 بوابة قريبة اعتقد. وين هي البوابة؟ اوكي لا بعد بعيدة. ياب 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 بعيدة بعيدة كلش بعيدة. هاي هي بس لا بس هسه اقدر اطلق الساموراي امرهم بالهذا بالتقدم. اوكي تعرف اللي شو هذني قطعوهن. اللعبة ايزي لان الايام مو ديك الايام، يعني مو مثلا اليوم 100 جلد الجلد. اوكي بس هم كنت مسيطر على الاوضاع، بس المشكله يعني رحت بوقت الشتاء. اوكي النخلات هذا نقطعهن لو لا حتى اسوي مزرعه هنا. والله ما ادري. اوكي خلنا نقول لهم تقدم. وبنص الليل لهاي الدرجة الوضع ايزي، يعني ايزي ايزي. اوكي ان شاء الله ما يطلعون بوجهي الوحوش. اوكي تعال 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 يا كلب يا كلب. اوكي يا ابو خذ فلوسك وولي فلوس. هذا مو فلوسك بس يلا. وحشين هما يا ابو وحشين، ما حاجة تدخل لان وحوش ضعيفة. اوكي ايزي ايزي. اوكي لا والله وحوش جاي ترى. ركضوا. اوكي ما اقدر اقص هذن. خل اروح اوظف لي كم شو اسمه كم الريدمون. اوظف لي كم اوظف لي كم واحد من هذولي اوظفهم بالزراعة. اوكي تعطيني فلوس. اوكي اوظف كم فلاح. هذا كله الخبز الوسخ. اوكي اريد وايد مزارعين محتاجهم. وين اقدر اوظفهم؟ وات احتمال لازم اطور البيت.
اوكي يوم لازم اطور البيت. اوكي ما موجود باليسرى، شوف باليمنى والله. ياب اوكي اريد اوظف اكبر قدر ممكن من المزارعين. نايس نايس، تقدم صحيح بطيء بس يعني بطيء لان شو اسمه، لان مسافات بعيدة كلش، كيلومتر امشي يلا اقدر اوصل للمنطقة اللي اريدها. اوكي هاهي اوكي، لحصرف هاي الفلوس على المزارعين لان محتاجهم. خل اطور هاي. اوكي وين العيوز؟ اوكي تعالوا ياي. اوكي ياب ياب، ادري ادري. نايس نايس، خل اوظف مزارعين اكثر لان محتاجهم، عندي وايد. اوف وات، شو يسوي هذا الوحش هسه؟ وات مفروض هذا الوحش ما اشوفه الا بالحلقة باليوم رقم 100 او هيك شيء. اوكي ما توقعت هذا الشيء ابد. نايس، هسه الحيوانات يرسبنون هنا، ممتاز. اوكي نايس نايس نايس، خل اروح على الجهة اليمنى. اوكي اوه، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، نايس نايس. اوكي هسه اللي يحتاجه مزارعين، لازم اطور هذا المكان هم. اوكي اوه لا بشرفك، لا 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 لا، هاي ابد غير مقبولة. ايش عجب، كم وحش جالكم لعد؟ لا هاي ابد ما مقبولة، لا طياح انحاض هذا اسمه، مو ابد ما مقبولة. ما توقعت هذا الشيء ابد، توقعت يعني الريد مون قوي وهيج حركات بس مو لدرجة يعني يتراجعون. اوكي توقعت الريد مون كله فد 10 وحوش، ها هي والله الوضع. مزارعين انتم روحوا. وات ليش رايحين على اليمنى؟ اوه اللي هياخذون هذني الاقواس والسوالف اللي طاحن. اوكي يلا تعالوا ذيب، واحد اثنين ثلاثة اربعة، ما اتوقعهم اربعة بس. وات القمر ليش هيك لونه؟ اوكي واحد اثنين ثلاثة، تعال. وات عدد الوحوش مو طبيعي هذا، ليش القمر هيك شكله؟ وات بعده جاي ينبح، يعني الوحوش بعده ما دخلوا البوابات. اوكي الصراحة الوضع كريبي نوعا ما. اوكي الوضع غير متوقع ابد. اوكي طبعا غلطان انا سويت هاي الحاجز هنا. اوكي فلوس فلوس. اوكي احتاج فقراء، الوضع شوي بطيء لان المسافات بعيدة كلش. اوكي
هسه الصبح يعني اقدر امرهم يقطعون وايد شجر. طبعا السلسله راح تخلص قريبه يعني على النهايه، النهايه هي الجزيره الخامسه، بس احررها كل شيء انتهي. يا اخي ليش تكون هاي السدره؟ عجيب وضعهم. اوكي نايس نايس نايس. تعال قصوا هذين. اوكي اوكي الوضع ايزي، الوضع هادئ كلش. بس يصير عندهم فلوس، يصير عندهم مكان يصيدون بيه. اوكي ان شاء الله الوحوش ضمن التوقعات، لان هذا الطير صدق خرشني خوفني. اوكي منها يا كلب، منها يا كلب. المزارعين شو اخبارهم؟ اوكي وات وات الوحوش يجون باوقات غلط، ترى بعده وقت. اوكي تعال 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 تعال، ما ادري قلت تشين هذا الوحوش، ما ادري ايش سالفتهم. اوكي توقيتاتهم غلط، اعتقد خلصت موجود الوحوش. نايس نايس نايس، القمر شكله يخرع. اوكي تعال قصوا هذين. انا مو خايف على نفسي، خايف على الحيوان اللي وياي الكلب. اوكي يعني حركة الكلب هذا شوي يتأخر عني. اوكي الوضع مقلق نوعا ما. تعال انت تعال، خلي يرجعون ياخذون الاقواس، خلي اطور تطويره الجدار اللي على اليسرى تطويره بعد حتى ارتاح نفسيا يعني. اوكي فلوس، ما عندك فلوس انت. نايس نايس نايس. اوه لحي ينقذوني هذول المزارعين. اوكي اوكي نايس. هذا الحصان خلي يجي وياكم هم فرد مرة، شلون ينزل من السماء. اوكي تطويرة بعد يطمئن قلبي. اوكي نايس طفح هات. اوكي اوكي خل اجرب اظل. نايس خل ياكل هات، ما عنده حركة خاصة. اوكي ما عنده حركة خاصة، بس اذا تعب. اوكي خلي تعب شوي يمتى يتعب.
احتمال السمنة مالته ما تخلص او هيك شيء. اوكي يمتى تتعب صديقي ايها الحمار؟ والله بعد ما تعب. اوكي لحظة الحقيقة. ياكل ويزق فلوس. الوضع صار اوكي. ما ادري تاكل. نرجع للهيبة احسن. اوكي الطيارة بعد ليش لا. اوكي هلا ما ادري شين صار. ما ادري وات. لا تقلي طاحت الدفاعات. طاحت خرع. استغفر الله. وات. هذولي تأخروا على على صناعة الحاجز هذا. اوكي 1 2 3 4 ناخذ هذه الفلوس. اوكي 1 2 3 4 هذا عدد الوحوش المتوقع. شلت بس كل ما يمخذ ما اريد شيء. اوكي انتظر لحظة الحقيقة. الكلب بس. اوكي هاي للاحتياط. اوكي اوه والله اوه كلب هذا بس لا يكفني شره. اوكي وحوش ضعاف بس جاي يزداد عددهم بشكل غير طبيعي. اوكي والقمر لونه يخوف. ابلع الكلب يا اخي الكلب. ياب تعال سهمياً بس. راحوا. اوكي الصيادين المزارعين ممتاز. نايس وايد مزارعين على هالجهة لان هي تطويرة خنفشارة. اوكي تعال اخذ فلوس انت. شنو اريد هسه انا؟ قدم على اليمنى. اوكي ناخذ كم فقير منا. لعبة ما بيها اكشن لان تقدم شوي بطيء لان المساحات كلش كبيرة. اوكي خلنا نتقدم بعد على اليمنى. ياخي بعيدين كلش. اوكي هاي اقرب شي. لازم اصنع عن هاي البوابة المتفلشة. اوكي البوابة اللي بعدي قريبة ورا الجسر اللي قدام. مو لو شلون صاير. اوكي هاي نايس صدق خلا امرهم يجول لي هنا. انا ليش متعب نفسي؟ اوكي رش ما اقدر اقول لهم تعالوا هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي تعالوا هنا يا شباب. اوكي نشوف كم وحش راح يطلع. صراحة اعدادهم جاي تضاعف يعني خلينا نقول جاي تزداد بشكل مضطرب. يا اخي يا كلب لا ياخذونك يا كلب. اوكي يا اخي لا تروح. انا خالي الفلوس حتى هم ياخذون هنا وهذا بيدوده. اوكي شوف كم وحش.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أوكي. وحوش بعدك أوه. تسعة عشر هذولي. نايس نايس، تقدم لح يصير ممتاز إذا بنيت الحاجز هنا. أوكي. هاي خلصت موجة الوحوش. الوحوش هالمرة جاي يجون هرفي يعني. وهرفي معناتها مبكرا. مبكرا. اوكي تنضرب اللغة العربية عندك اذا تابعت هالقناة. اوكي. يا اخي ليش ما تدربني حاجز هنا؟ انا خايف لا تجي موجة وحوش تاخذ الكلب. في اي لحظة الان؟ اي لحظة راح اقدر ابني الحاجز. لازم ابني بسرعة حتى يلحقون الجماعة الساموراي يوصلون. اوكي. نايس. اوكي. بعد تطويره انتم يا شباب تعالوا قصوا، لو لا تقصون شي. ياب ياب ياب، قريبين قريبين من البوابة. اوكي بعد تطويره بعد. فلوس فلوس. نايس نايس. خل اقل الشباب الساموراي اللي يهجمون على البوابة بس خلي يخلصون. اوكي لا اوكي ما اقدر اقول لهم يهجمون، احتمال لانهم مو قريبين. اوكي اوه هاي لح تفيدني، حيل لح تفيدني. اوكي اعطوني فلوس، محتاج الفلوس حاليا. نايس نايس. تعالي قصوا هاي حتى ابني مزرعة هنا. اوكي يا ريتكم تستعجلون شوي. نايس نايس، اكو وايد وايد مزارع. خل اهجم باكر بدل هسه. اوكي هاي حتى اقدر اسوي المزرعة. هالمرة الوحوش يجون العصر، يعني ورا نهاية اليوم مباشرة، ما يجون بنص الليل مثل كل مرة. اوكي نايس. اوكي الشباب يريدون يطلعون، ليش لا؟ احتاج وايد مزارعين. تعالوا ابنوا هاي، قصوا هذا اني الشجر خاف يضايقن المزرعة. اوكي وراها اتقدم. اوكي يا اخي الوحوش يجون بوقت غلط يعني. تعال خل. اوكي باول اليوم هم يجون الوحوش. اوكي خلصوا يا بخلصوا. هجوم. تعال خذ فلوس اذا تريد. فلوس فلوس. لون القمر يا اخي غريب. اوكي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. اوكي نايس نايس، بس هذا مكانهم ممتاز. ليش؟ لان الوحوش اول ما يطلعون لحين ينطقون. اوكي اذا ما اخذوا الفلوس يعني، لان البواب جاي تتضرر من حدر. اوكي
هسه بس تخلص الفلوس. أوه. ما طولوا البوابة، ما طولت. اوكي نايس. هسه اريد اشوف قوة الوحوش وهم بالريد مون او بلاد مون، ما ادري شو اسمه. المهم يا اخي وين طالع يا لحي يفلش الشجرة اللي هنا. اوكي ما اريد اخسرهم، هذول مهمين كلش. الوحوش اركض. ما اقدر ادافع عنكم اكثر بعد. يلا 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 يلا. اوه زين والله انقذتهم. لا يا اخي الوحوش الطائرة المفروض ما يطلعوا. اوه وات 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 وات. اركض حسن اركض. الله اكبر، هاي الحركة زفت الصراحة، الحركة زفت هاي. الريد مون بقوة ال الله اكبر. الريد مون بقوة الليفل 100 وهيتش ليفلات. اوف هذا شيء خطير كلش. يا ريت يجي النهار بسرعة. هاي كارثة هاي. اوكي هاي كارثة. ضراط هذا مو كارثة. الساموراي نجو الحمد لله. عندي اهم شيء الساموراي. اوكي يا اخي ضراط هذا والله العظيم ضراط. لعبة نفس من اللعبة كلش. يا اخي ضراط والله العظيم. اوه واحد من الساموراي ودع. اوكي الله اكبر. لا والله ما تصير هاي، والله ما تصير. المهم سوي الجلتش. لا فاجئني والله بالريد البلاد مون. ان شاء الله ما صار سيف بعد ما اجوا. اوكي الوضع الوضع ممتاز. وهاي هي البوابة. اوكي وضع ممتاز. رح اسوي اعلى ليفل من هذا الجدار. وهالنوبة ياب اقطع اسوي المنجنيق الحارق همه. اوكي بسرعة قبل لا يجون الوحوش. نعطيهم 1 2 3 4 5 6 7. لو النهار هذا يب نهار، هذا النهار بعد وقت. اوكي تعالوا لفلوا هذا. اوكي صراحة الوضع اخطر مما توقعته. اوكي البلاد مون سالفة ثانية. اليوم العادي يوم 16 بس البلاد مون مال ليفل 120 او هيك شيء. اوكي ليفل ماكس راح اسوي هذا الحايط. اوكي بعد نايس. يا البلاد مون يا وسخ. شوف عليهم فلوس هذول ان شاء الله. اوكي نايس بعد ليفل للحائط. اوكي ورا ما ليفل الحائط راح انتظر شو اسمه المنجنيق. راح استعد استعداد كامل. اوكي ان شاء الله ما اندم على هاي الحركة. اوكي واحد لا مو هذا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
نشوف الوضع. اوكي انتظر يا اخي. الكلب كلب مزعج كلش. اوكي ياب 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 لح يخلصون لح يخلصون. اعطيني فلوس. اوكي الوحوش صراحة ضعاف. اوكي شوف شوف واحد هم واحد يفيد بيهم. اوكي وخر خلصوا. ياب ياب روحوا اخذوا السهام. اوكي هذا الليفل. بعد اكو هذا ابو البوق. صراحة ما احتاج البوق. اوكي نايس نايس نايس. هسه اريد اطور ال... تعال تعال منو هاي تسهل لي الوضع. اوكي اريد ابني ال... اريد اطور القلعة حتى اقدر اخذ المنجنيق. اوكي نايس. اوكي حاليا هاي الحايط راح يصمد يصمد مدة اطول. البلود مون. اوكي اذا ما كنت بكل قوتي ما راح اهجم على اي بوابة. يسرى بعد 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 بعد. اعتقد هنا أنا افضل مكان. وات ليش ما قدرت اسويها البوابة. اوكي فلوس فلوس فلوس. اوكي احتاج من هذا. احتاج اطور هذا. بعد فلس واحد احتاج. اوكي هذول مطفحين اللي على اليسرى فلوسهم زايدة. ياب ايش قلت لكم. اوكي اوه لا. اوكي بهاللعبة السمك يشبع ذهب. نايس نايس. ان شاء الله هسه طلع المنجنيق على الجهة اليس اليمنى. بعد اكو ليفل بعد اكو ليفل للقلعة. اوكي اول فقير اللي حيجي من اليمنى وين هو. هذا هو. صدتك قلبي صدتك. اوكي لا ما اريد فلوسك انت. اوكي اخذ اخذ اخذ. الوضع شوي بدا يوتر بس لا بس اذا مشيت هيجي على هالخطة انه اقوي الدفاعات راح يمشي الوضع. اوكي اذا هذا موجود. لا وين المنجنيق. ورز ماي منجنيق. اوكي بعد تطويره القلعة. اوكي انا هسه حاليا جاي احاول ازيد الاعداد اعداد ال تعال تاخذ فلوس اعداد الساموراي وهذولي. اوكي هاي المشكله لما تخلي خبز لازم تحرسه. اوكي نايس نايس نايس. خلي فلس هنا راح دخل. المهم انتظر اليوم الجاي حتى اقدر الفل القلعة. ناخذ فلوسنا. اوكي شوي شوي. اوكي ما حد عنده بعد. نايس
صراحة أحتاج وايد وايد آرشر ومزارعين. أوكي مشكلة أحتاج آرشر همينه. أوكي خلي ساموراي بعد على الجهة اليمنى سويهم 5 لو أوفر هيك يصير. أوكي لازم انتظر احتمال يجي فقير على الجهة اليسرى. اوكي حتى هذا عنده فلوس. افح. اوكي هسه القى فقير ماكل الخبزة مالتي وجاي ينتظرني على اليمنى لان المخيمات الفقراء على اليمنى اكثر من اليسرى. اوه ماكو الحمد لله. وحتى اريد تطويره بعد يا اخي اريد تطويره. وين تطويره الاخيره للبيت؟ اعتقد لازم اطور هذا الحائط. اوكي ماكو فلوس فلوس زايده. اوكي المفروض اكو فقير جاي هسه على هاي الجهه اليمنى. اوكي وضعي من ناحيه الفلوس هسه انا ممتاز. يمكن اذا خليت خبزين راح يجيب الفقراء من مسافات ابعد يمكن. اوكي يا اخي ليش ما اقدر ياب هسه ياب شرط لازم احتاج احولهن للحجارة يلا اقدر اطور القلعة. وهسه نرجع ناخذ فلوس. اوه يا اخي المزارعين ايش قد يجيبون الفلوس. اوكي خوفي لا اطور اللغة الجهة اليمنى بس وتنلاص من اليسرى. اوكي نايس نايس. اوه يا اخي الجدار هذا حلو. اوكي نايس. لا انسى الخبزة كل شي ولا خبزتي كلاه كلاه الوسخ. اوكي ورا هذول المزارعين لح اخلي بس ارشر. عندي وايد مزارع بس بعد. اوكي نايس نايس. وش هل على الجهة اليمنى اكو منجنيق هسه؟ وير از ماي منجنيق؟ اوكي نايس. اوخ كل الخبزة مالتي. اوكي القنبلة اقدر اصنعها بس ما شو اسوي بيها ما منها فايدة حاليا. لازم اول شي اقترب من الجبل وهنو والله كريم. اوكي تعال انت تعال واحد ثاني هم. اكو هنا بعد اقواس وهيج سوالف طايحات بالقاع. يا اخي كبيرة كلش هاي جزيرة كبيرة. ان شاء الله اكو منجنيق هنا. ان شاء الله اقولن
اوكي ما يقدر يركض بعد. والله الهيبة مفيدة. اوكي لا يا الله يا الله. اوكي ان شاء الله اللي حيطلع هنا المنجنيق. اوكي ان شاء الله هسه جاي سجل. ايه سر تنام. ما لحق اقدر اختم اللعبة اذا هيك البلاد مون قوي. اوكي ريتني اقدر اجي لهنا انا يعني اسوي جدار هنا وجدار هنا. الدفاع يصير خنفشارة. اوكي ننتظر ننتظر ليش لا. اوكي ليش ما قصيت. هاي يا قلبي. اوكي ان شاء الله هالمرة لما انزل ترسبن الش اسمها البوابة همينة. يا اخي ليش ما ترسبن البوابة؟ هاي منطقة مفتوحة بعد شو تريدين؟ خبزة مالتي. Where is my خبزة؟ هذا هذا. كنت ادور عليك يا حيوان. فلوس. شوف سرعة الكلب شلون. اوكي. اوكي خلص بسرعة. اوكي هسه وقت ال شو اسمه الارشرز رماة الاسهام. اوكي نايس نايس نايس. بس لو احصل المنجنيق اكون بخير. اوه اوكي بس كون احصل المنجنيق. لا 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 كله 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 الخبز الوسخ. اوكي نايس. فايدة هذول الارشر يروحون يمنى ويسرى ان هم يلمون الفلوس اللي طايح بالقاع. اوكي مثلا مزارع تو حصد وما عنده مكان يشيل الفلوس. اوكي يا اخي شيء مزعج كلش. اوكي ان شاء الله هسه ترسبن البوابة. ورا السفينة ورا المزرعة اللي بصف السفينة هنا هنا هذا مكان ممتاز. نايس نايس هسه التنقل يصير اسهل. اوكي خل اقوي الارشرز. احتمال لما اخلي وايد خبز يجذب وايد فقراء. ياب 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 خلي اسوي اربعة. اوكي نايس نايس. بس بعدني خايف من القمر الدموي او القمر الاحمر. اوه جد مزارعين هنا. اوكي يا اخي عجيب ماكو شو اسمه
ماكو منجنيق. كان راح يفيدني المنجنيق. اوكي لعبة شوية صارت مو مملة نوعا ما. اوكي شباب، اعتقد لهنا انا وصلنا لنهاية حلقتنا. ما توقعت البلود مون هيك تصير صعب، فشوي السلسلة حتطول. اوكي يلا نشوفكم باكر الساعة 7 بالليل. يلا باي.